ماشي طيب شكرا يعطيك العافية شكرا. يسلمون. عم تشكرني؟ تعرف شري؟ أيوة سيد باتيا بوصل على الـ11. لا ما بتأخر بشوفك باي باي. احكي شو كنتي بدك تقولي؟ لا ما في شي مهم. عن جد؟ حاسس في عندك حكي. شكلك مستعجل خلص منحكي وقت ترجع. ماني مستعجل وهي قعدت تفضلي. ما بدي عطلك. يلا رد. هالمرة التليفون أنقذك. ألو؟ إيه قلي شوي وطالع. شو؟ طيب وإذا كنت متجوز؟ عن جد؟ أنا اللي لازم أتشكرك. عن جد شكرا. لا لا منيح إنك اتصلت فيني وذكرتني بالموضوع. أنا بتشكرك. شو؟ بدي كتير لأتعلم؟ لا أنا علاقتي فيها ممتازة. إيه كيف لكان؟ ما فيني أطلع من البيت بدون ما أشوفها. لازم فيق الصبح معه ونشرب شاي سوا قبل ما أطلع. لكان لسه بدي شوية وقت لحتى أطلع من البيت. خلص أنت تصرف لوقت ما أنا أجي. ما رح أتأخر. طيب ماشي جاي باي. شري معقول عم تحكي لموظفينك عن علاقتنا؟ وين المشكلة؟ هن متزوجين قبلي بكتير وطبيعي أتعلم منهم كيف لازم أتصرف مع مرتي منشان ما يصير في مشاكل بالمستقبل. تعرفي جنفي هن بيحترموني فوق ما تتخيلي. بس بنفس الوقت بمزح معهم. هن بيقولوا لي صحيح انك انت مدير بالشركه بس هلا صار في عندك مدير بالبيت. واكيد بيحبك وبيحترمك وبيعاملك بطريقه ظريفه مثل ما انت بتعاملنا. ويا خوفنا تتخانق انت وياه. شو هاد؟ أنا بخاف إنه تنصاب بالعين ويحسدوك على نشاطك. أنت قلبك طيب شري وأنا بخاف إنه يجي حدا ويصيبك بالعين. بس وجودك جنبي بيحميني. أنت الوحيدة اللي سرقتي قلبي مني وما فيني أتخيل حياتي بعيد عنك.